الله انطلاقة سليمة لهذا السن ولهذا التحدي ولهذا الشوط. على بركة الله نبدأ مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط، من تتقدم المجموعة، من تسيطر على زمام هذا الشوط. الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي من يقدم لنا الشاهنية على أول المراكز، ثانية المراكز، المركز الثاني والمركز الثاني. هنا أيضا التقدم والتواجد من تواصل هلال بن سالم الطراف المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث. هناك نزهة خلفان بن سيف الغويص السويدي على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز من تتقدم لمحة علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز من الجانب الآخر. وتابع المركز الخامس وتابع التقدم في هذا الشوط، ظن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نعيف العامري على المركز الخامس والمركز السادس، سادس المراكز الشاهنية حمد بن سعيد السعيدي من يتابع أيضا الشاهنية مع المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز. هناك التقدم أيضا والتواجد من مياسة سعيد بن راشد بن فالح الشامسي مع المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز. وتابع المركز الثامن وتابع التقدم وتابع هذا التواجد من خلال هذه الشعارات المنطلقة هنا على تحفة الميادين من حاف حسين بن عبد الله بن غليطة على المركز الثامن والمركز التاسع. هناك التقدم أيضا من ناصية محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز التاسع والمركز العاشر، عاشر المراكز الهودة مطر بن سعيد الحميري. هكذا الأسماء المنطلقة وهكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة لهذا الشوط. ولكن نعود مع البداية، نعود مع نزهة، نزهة نزهة على بداية هذا الشوط. المركز الأول الشاهنية، على المركز الأول سعيد بن مطر بن محمد الرميثي من يتابع الشاهنية على بداية هذا الشوط. المركز الثاني وثاني المراكز وتابع أيضا التقدم من مياسة سعيد بن راشد بن فالح الشامسي مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز الظن عبد الله بن محمد بن نعيف العامري على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. هناك لمحة علي بن عبد الله بن سعيد المسافري رابعا والمركز الخامس، خامس المراكز من الجانب الآخر. وتابع التقدم أيضا من سلودة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري على المركز الخامس والمركز السادس. المركز السادس وتابع سادس المراكز وسادس التحديات، نزهة خلفان بن سيف الغويص السويدي على المركز السادس والمركز السابع. هناك تواصل هلال بن سالم الطراف المنصوري سابعا والمركز الثامن، ثامن المراكز من حاف حسن بن عبد الله بن غليطة على المركز الثامن والمركز التاسع، تاسع المراكز. هناك الرباعة خليفة بن راشد بن خلفان النايلي الشامسي على المركز التاسع والمركز المركز العاشر، عاشر المراكز من تتقدم من الجانب الآخر. وتابع هملولة سالم بن محمد بن ناصر الخن من يتابع هملولة مع المركز العاشر. هكذا نداءنا الثاني لهذا الشوط أتمناه مشاهدينا الكرام. ولكن نعود مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط. هناك سلهودة غيرت، سلهودة غيرت على بداية هذا الشوط. مطر بن سعيد الحميري من يتابع سلهودة مع المركز الأول، ثاني المراكز الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصل يا سلام، وصل بن طراف مع تواصل هلال بن سالم بن طراف المنصوري من يتواصل مع تواصل على المركز الثالث والمركز الرابع. هناك وهيلة، وهيلة وهيلة سعيد بن خليفة بن سالمين الحميري مع وهيلة مع المركز الرابع والمركز الخامس. نزهة خلفان بسيف الغويص السويدي خامس
خامسا والمركز السادس سادس المراكز. تقدم هناك الرباعة خليفة بن راشد بن خلفان النايلي الشامسي من يتقدم مع الرباعة في المركز هناك المركز الخامس والمركز السادس. شوف الأداء الرائع يا سلام، وصل اللخن، وصل هناك مع هملولة سالم بن محمد بن ناصر اللخن من يتابع هناك هملولة مع المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز تقدم عاصية هناك عفاص بن صالح الكريبي المري أيضا من يتقدم في هذا الشوط وفي هذا التحدي. المركز الثامن هناك غزلان علي بن أحمد الظاهري من يتابع غزلان مع المركز الثامن. والمركز التاسع تاسع المراكز تقدم أيضا هذا الاسم المميز هناك مياسة سعيد بن راشد بن فالح الشامسي. والمركز العاشر عاشر المراكز من الجانب الآخر لمحة علي بن عبد الله بن سعيد المسافري مع المركز العاشر. هكذا الاسم المنطلقة والمتحدية بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع البداية هناك العاصية 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 غيرت 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 على بداية هذا الشوط. العاصية عفاص بن صالح الكريبي الغفراني المري مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز الثاني. والمركز الثالث ثالث المراكز هناك من يتقدم مع المركز الثالث هناك وهيلة سعيد بن خليفة بن سالمين الحميري مع وهيلة على المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز هناك غزلان علي بن أحمد بن حمد الظاهر مع غزلان. والمركز أتابع المركز الخامس أتابع المركز الخامس يا سلام. تقدم الأسماء وتقدم هذه التحديات الرائعة يا سلام. خمس 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 زان بهن اللقى زان بهن اللقى 800 متر أخيرة. والرميثي الرميثي هو المسيطر على زمام هذا الشوط. يبحث مشاهدينا الكرام عن نقطة ثالثة عن نقطة ثالثة يا سلام. الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي هو المسيطر على زمام هذا الشوط، هو المنطلق من ناموس هذا الشوط. ولكن العاصية 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 من الجانب الآخر تابع أيضا التقدم من غزلان علي بن أحمد بن حمد الظاهري. من غير إلى البداية، من غير إلى المقدمة. المركز الثالث عاصية هناك العفاس بن صالح الغفراني المري مع المركز الثالث. ولكن هناك غزلان غزلان ولا الشاهنية الشاهنية ولا غزلان الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة. الرميثي ولا الظاهري الظاهري ولا الرميثي الظاهري على البداية. هناك غزلان الظاهري الرميثي الظاهري الرميثي. اللحظات الأخيرة غزلان على المقدمة غزلان على الصدارة تانينا. والناموس علي بن أحمد بن حمد بن الظاهري على فوز غزلان بالمركز الأول. ثاني المراكز الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. والمركز الثالث هناك أيضا الرابع خليفة بن راشد بن خلفان النايلي. والمركز المركز الرابع هناك عاصية عفاس بن صالح الكربي الغفران. والمركز الخامس المركز الخامس هو هيلة سعيد بن خليفة مسلمين الحميري. نعود مشاهدينا الأعزاء ساعة وصول غزلان إلى خط النهاية. تهانينا والناموس بتوقيت وقدره 9:31 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس علي بن أحمد بن حمد الظاهري. تهانينا والناموس المركز الثاني الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. توقيته الزمن 9:31 تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا الرميثي. والمركز الثالث هناك الرباعة خليفة بن راشد بن خلفان النايلي على المركز الثالث. توقيته الزمن 9:32 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا النايلي. التواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا بحضراتكم في انطلاقات مسار أشواط هذا الصباح. على بركة الله يبدأ شوط الختام، شوط انطلاقات سباق هذا الصباح المخصص لسن